هلا عم ننزل ليه شوفي علم حلمك صار عنا شو؟ حقيقة محمد حلمك صار شو عنا؟ حقيقة بمنامك بس بقيمة 30,000 ليرة بس بقيمة 30,000 ليرة بتدخل عنا سهل لا اكبر خلص إذا كف الفيديو لا يا شباب اشتغلوا الشباب طفايات وصرامي شو مالكم؟ ما يضحك علي هي طلع وينه خلص خي انا زلمة معاش بدي صور خلص معاش بدي صور تعال لا بدك مزبوطين حذر شو حذر شو ها خي طفي السيارة كلها سوا شو حسين شو 30,000 ليرة ايه. لمدة خلينا شهر 24 شهر ونص الليل اوكي يلا قول يا رب شو والاساس صباغ جروب ومنتهية وجيبة اذا فيك تجيب لا هلا جيبة اذا كنت زلمة جيبة هي بطلناها هلا جيبة اذا كنت ذكر جيبة مستحيل حدا يقدر يقرب السيارة على باب المحل مستحيل لك خيي تحديني وقف شيء اهم منه على باب المحل ونزلها على السحب هي وقفت لك يا كرمالك خلص كرمالك